زار وزير الصحة العراقي مشروع ردة الحياة الخامسة الخاصة بعزل وانعاش المصابين بفيروس كورونا التي تنفذها الملاكات الهندسية والفنية في العتبة العباسية المقدسة لصالح دائرة صحة الرصافة ضمن محيط مستشفى ابن القف في محافظة بغداد. حقا هذه المستشفى تخدم رقعة جغرافية كبيرة ستكون مخصصة إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا. هذا المستشفى اللي هو 200 سرير سريع الإنجاز واطئ التكلفة سينجز إن شاء الله خلال فترة أسبوعين إلى 3 أسابيع وسيدخل خدمة ضمن منطقة الرصافة. شكرنا وتقديرنا للجهود الخيرة والمباركة التي تبذل من العتبة العباسية في إسناد وزارة الصحة وقاطع الرصافة. جولة تفقدية جاءت للاطلاع على آخر ما توصلت إليه أعمال المشروع الذي أقيم على مساحة 5000 متر مربع بواقع 118 غرفة منفردة فضلا عن ملحقاتها الخدمية والإدارية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في جميع الأعمال إلى 60%. باشرت كوادر قسم الصيانة الهندسية وملاكاتها التابعة للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بإنشاء مستشفى الحياة الخامسة في محافظة بغداد، وذلك لزيادة السعة في استيعاب المرضى المصابين بهذا الوباء. هذه المستشفى تتكون من 118 غرفة مفردة، كل غرفة تحتوي على سرير ومجموعة صحية، يعني نظام سويت خاص بها، متمثلا بموقع عمل على مساحة أكثر من 5000 متر مربع ويحتوي على أكثر من 118 غرفة منفردة. تحتوي هذه الغرفة على مجموعة صحية متكاملة، مساحة الغرفة 15 متر مربع، يعني 5 × 3. حاليا احنا انجزنا الهيكل 100%، عندنا مرحلة تغليف تقريبا انجزنا 90% من عدها، حاليا مرحلة الانهاءات. 7 ردهات حياة تنفذها العتبة العباسية المقدسة، انجزت 4 منها وما تزال الاعمال قائمة للباقيات، وجاءت لدعم القطاع الصحي من خلال زيادة السعة السريرية في المستشفيات الحكومية لتستوعب اعداد المصابين بجائحة كورونا في عدد من محافظات العراقية ولا سيما في العاصمة بغداد.